اسمي محمد، أنا أعيش في إسطنبول منذ 43 سنة. أحب كثيرا في هذا كثيرا إسطنبول. كنت مدرس لغة الفرنسية، أنا أيضا أتكلم لغة الإنجليزية. بعد أنا متقاعد بدأت أتكلم اللغة العربية التي أحب كثيرا كثيرا. لماذا أنا أحب كثيرا لغة العربية؟ لأن لغة العربية لغة القرآن ولغة ديننا. أحب أن أتكلم لغة العربية جيدا لأفهم القرآن الكريم جيدا إن شاء الله بلغة العربية. هكذا يطيب للعم محمد الستيني أن يعرف عن نفسه وأن يتحدث بحماسة وشغف حين يتعلق الأمر باللغة العربية. أكبر الطلاب هو في فصله وأكثرهم حرصاً على الدرس اليومي. هو يأتي صباحاً في يعني كل يوم 4 أيام في الأسبوع، يأتي صباحاً وقبل من الأساتذة. هو ينتظر الدرس، ساعات الدرس، ثم يعني في الدرس مثلا هو يجتهد كثيرا، يستطيع يعني يحاول أن يكتب كل شيء، يسأل عن كلمات المعنى. هو أصر على بناء علاقة وإن كانت متأخرة مع لغة الضاد، وأصر أن يقيم في حروفها 28 بعد أن أقام في 17 بلدا. ففكرة الإقامة في لغة رابعة وهو على أبواب 70 كانت تتملكه منذ أن تقاعد، مستعيناً بإرادته وكتابه وقلمه الذي لا يتعدى طوله بوصتين، يحول كل ذلك الشغف لمادة مكتوبة أخيراً باللغة العربية بخط يده. أنا أرى الأستاذ محمد حالة فريدة من نوعها في تعلم اللغة، خاصة وأنه بلغ هذا العمر الكبير. يعني دائما أنا أراه الحافز الأكبر للطلاب لزملائه، ودائما أنا أشجع الطلاب، أشجعهم به. المشكلة الأكبر أو الصعوبة الأكبر للطلاب الأتراك أو للطلاب غير العرب الذين يقبلون على تعلم اللغة العربية أنهم لا يجدون البيئة المناسبة لكي يطبقوا ما تعلموه في الصف. العم محمد واحد من أصحاب النفوس الطموحة، يؤكد لنا في رحلته لشواطئ لغة الضاد أن لكل شيء وقته الحلو الذي وإن تأخر فإنه لن يفوت، وأن كل الأوقات مناسبة للترحال نحو العربية. كفاح بني سلامة لبرنامج صباح الإمام.